سيدتي الكرام، ما تسمعوا كلام حد خاصة هكا حاتم المليكي شخص شادد البلاد في يديه ويحب يتكلم حد ويسمع حتى حد، ناس في المعارضة تطالب بانفتاح وحوار باش نلقوا حل للبلاد، قاعدين نهبطوا في الكوب كل على كل 10 ملايين 12 مليون تونسي، قاعدة تواسى كل حتى يديها على الخدود، زيدوا شوية تعولوا يندبوا وكا وش عندهم يعني. حل يديك حل يديك من غادي وتبعني، قال له قوم اندب، لا لا قوم صديقي، قومي قومي صديقي، قومي 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 رقصي، تبعوني تبعوني، حل حل يديك من غادي. كانت تشخر زادت بوف زادت بوف زادت بوف، 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 كمل كمل يكفي، كانت تشخر زادت بوف يكفي زادت بوف زادت بوف يكفي، ما عشناه لمدة 10 سنوات، كانت تشخر زادت بوف زادت بوف زادت بوف. عاد يا سادة يا كرام، احنا ما تعرفوا في امور سيادة ما الفاد الكوش، اما ساعات الواحد يطيح من روحه كما قال سي عماد الحمامي. الشاعرية يتسول وما يتسولش، وكسيتي راحنا قاعدين نشوفوا الان في دول العظمى يطيح من روحه ساعات ويمشي باش يخدم مصالح بلاده وباش يلقى كيفاش يحسن الظروف متاع المواطنين متاعه. هكا التلميذ الناجي بتونس، واقولها للجميع أننا نتعامل مع هذه المؤسسات المالية، ولكن يجب أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة، لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد. باهي قلت هك التلميذ النجيب تونس حضرت ملف اتفاق مع لفمي حاجة تدوخ حسب ما فهمت من كلام نصيبي. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اليوم تقنين متاعه قالوا رو مدة 30 سنة ما تعرضش علينا ملف مشكل من تونس من جميع المنطقة بهذه نوعين، رو ينجم يرجع تونس فعلا الدولة ما عندهاش مديونية. تلمون لفامي داخل وافقونا طول من حيث المبدأ وحدونا موعد الامضاء الاتفاق النهائي. شنو فيه الاتفاق؟ الحق ما ندروش ما ندروش، لا احنا للاتحاد لا حد في باله شنو فيه. قال الطبوبي تعرفوا شيء؟ تعرف انت اعلامي؟ باهي استمى واحد يعرف وزير المالية عند تصرح بموقف، وزير التنمية والاقتصاد كان حداك مخليهم الصباح يعطي موقف، وزير الشؤون الاجتماعية يعطي موقف، سيد رئيس الجمهورية عنده رأي آخر على يسار الاتحاد، قلت فهمني كذا يشوفوا مشتف. وزيد راهو الاتفاق ذاك لازم يكون على كيفنا مش على كيف حد آخر، كما أصر الرئيس قيس سعيد في تصريحه على أن الحلول المقترحة من الجهات الخارجية يجب أن تأخذ قبل كل شيء بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس، والحلول ما نش نستناو فيها كهو من لفامي. ولاحظ سعيد أيضا أن إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر. الله الله، بل صفا عطيناها لفامي، هيك الصندوق اللي كيف ما قال عليه فتح النوري، أنا أقول لا تكره لا تحبه صندوق النقد الدولي، لأن العباد فاهمة اللي صندوق النقد الدولي ضروري ما بين ظفرين شر ولا بد منه، حاجتها بهم الفلوس هذوك. إيه محلاها فيه الصفعة، أكبر صفعة معناها بسمح لي بين ظفرين تقوها تونس، صار الصفعة سي فتح النوري لتونس. لا عاد مش لهك الدرجة، معناها تونس لهالدرجة إيه نتحمل مسؤوليتي يعني. أنا عشت صدمات اللي عاش الاقتصاد التونسي والأزمات مش بالطريقة هذه، ولا عمره ملف مرجع عنا بالطريقة هذه، ولا ونتصور فما حلول أخرى داخلية. كنا مش قاعدين نقلكم في الثروة، نسب نمو ضعيفة برشا، المداخيل الجبائية متاعنا معناها محدودة، والاقتراض الداخلي وصل للنسبة ما عادش نجم نتواصل بها. لا مش هذاك القصد سي فتحي النوري أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، حلول أخرى مثلا شركات أهلية صلح جزائي فازت هذوكم مقاربات جدد، لا باهي وإحنا بعد ما رجعونا ملف بكل لطف. شو عبارة على بلغة الدارجة متاعنا، مالك الملف على وجهك؟ باهي مالا توا، شنو الحلول المطروحة؟ نرفضوا تسديد الديون الخارجية، هذا يتسمى خيار انتحاري، قال محسن حسن. موتوا بالشرط انهيار السلم هذاك، أنا ننصح كل توانسة ما نحكيوش في خيار متاع إيقاف تسديد الديون الخارجية. زعما تخموا في اللي نخمم فيه؟ 13500 مليار، الله لا أعرف الأرقام بالضبط ولكن الخيالية. إي ممكن، أما هذوكم في الأيامات القليلة القادمة، الأيامات القليلة القادمة اللي ستأتي عندما تأتي الأخرى، وستأتي اللحظة. مالا شنو هو الحل؟ وحتى هكا الأصدقاء والأشقاء ما عطاونا حتى من ليب، وكانوا نعم الأصدقاء الأشقاء ونعم الأصدقاء. زعما نمشيو كيف التلميذ نجيب ولا الطالب ركيك البريز، ولا نكملوا عليها بالغاء استقلالية البنك المركزي ونتسلفوا منه المنمى واللي فما، وكيف توفى مواردنا عاد وقتها الداخلية شنو نعملوا؟ قاعدة تواسى كل حتى يديها على الخدود، زيدوا شوية تعولوا يندبوا وكا وش عندهم يعني. لا وألف لا، نتحزموا
بالسيادة ونبيمو لهيك. كانت تشخر زادت بوف زادت بوف زادت بوف كانت تشخر زادت بوف زادت بوف زادت بوف برا لا تربحك لا تربحك يا غدوش بالسياسة.